مشاهدينا مساء الخير نحييكم في حلقه جديده على الهواء حنتناول معاكم القضايا والمشاكل والازمات المختلفه في كل محافظات مصر مناقشات ايضا متعلقه بقضايانا الاجتماعيه او السياسيه او التي تكتسب كل الابعاد يعني الانسانيه والمعيشيه والثقافيه ايضا ما فيش شك انه زيارة الرئيس السيسي لسلطنة عمان تحديدا سلطنة عمان لو تحاول ان تفهم الدور الذي تلعبه طيلة السنوات الماضية منهجها السياسي انها الا تكون جزءا من اي مشكلة ومنهجها السياسي ان تكون على الحياد دائما ولا تكون جزءا من اي صراع اي صدام اي مشكلة لو لاحظت حتى منهج سلطنة عمان في كل الازمات التي عاشتها منطقة الخليج او غير منطقة الخليج. هتلاقي ان سلطنة عمان تحت قيادة السلطان قابوس تنتهج هذا المنهج دائما. وهو منهج الحقيقة حساس جدا يعني كيف يمكن ان تنجح دولة في ظل محيط كله بيتخانق كله بيتصارع وكله بيتصادم مع بعضه البعض في ان هي توصل الى هذه الصيغه البعض احيانا بيعتبر الحياد ده يعني أه تهمه يعني أه لا سلطنه عمان أه بتتعامل أه مع الحياد على انه بيمكنها من حل ازمات كثيره ونزع فتيل أه أه قنابل ومتفجرات في المنطقه وبتحتفظ بعلاقات طيبه أه مع الجميع كل الفرقاء كل الذين يتصارعون هتلاقي سلطنة عمان على علاقات طيبة معهم وهي بتأخذ لنفسها هذا النهج وحافظت عليه حتى في ظل القطيعة لما الدول العربية أخذت موقفا من مصر وقاطعت مصر بعد زيارة الرئيس السادات للقدس واتفاقية كامب ديفيد سلطنة عمان ظلت على علاقاتها الدبلوماسية الكاملة مع مصر وحتى لما كان في أزمة الغزو العراقي للكويت ظلت سلطنة عمان تأخذ موقفا صحيح هي ضد الغزو يعني لكن لم تنتهج المواقف اللي تعمل قطيعة تامة مع العراق ومع صدام حسين في كل الأزمات حتى مع إيران بتحتفظ بالعلاقات مع الجميع وده الحقيقة منهج بتنتهجه سلطنة عمان دائما ألا تكون جزءا من أي خلاف من أي صدام من أي صراع من أي أزمة وده ربما يتيح لها أن تكون مفتاحا لحل بعض الأزمات الرئيس السيسي ما فيش شك أنه مع سلطنة عمان هيبقى في قضايا كتير مختلفة متعلقة بالخليج ومتعلقة كمان بأمننا القومي ومتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية بينا وبين سلطنه عمان في جزء عن العلاقات الثنائيه لكن كمان بالتاكيد في مشاكل كتير من اللي بتعنيها مصر في مواجهه الارهاب في مواجهه بعض الدول الاقليميه اللي بتحاول انها تتربص بنا زي قطر وتركيا كل ده بالتاكيد هيكون هتكون مواضيع للنقاش مع السلطان قابوس الرئيس السيسي كمان بياخذ موقفا انه مصر لها مواقفها المستقله، يعني شوفوا حتى مواقفنا من الوضع في سوريا، موقفنا من الوضع في اليمن، مواقف مستقله لكن هي ايضا بتاكد على حرصها على دعم امن الخليج في مواجهه اي اطماع دائما. تاكيد العلاقات بين البلدين والمباحثات هتكون في غايه الاهميه.